يلا ميسي كوفن بلاش شي حاجة. واو 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 ايوا الله الله لا دات فيك شوت. يو شباب كيف اخباركم؟ اليوم قررت انني غادي لكم فيديو على PS موبايل. علاش؟ درت فيه واحد التحديث واعر ودرت لكم مع الانيم واحد الانيم سميتو بلو لوك ديال الكره، وخا صراحه انا ما كرهتش تكون داروا شراكه مع كابتن ماجد، على الاقل كنا نتفكروا ذكريات الطفوله. المهم هاد الانيم هذا داروا مع واحد الشراكه واحد الحمله، عطاو 50 كوينز وعطاو بعض من اللاعبين، عطاو كوبو فابور انزاغي فابور، ولكن انزاغي ماشي اللي وجين زعما تاع اسي ميلان، عطاو غير فاش كان مع اتلانتا، كان باقي ديك الساعات باقي صغير. المهم هادشي كامل غتكتشفوا معايا في هاد الفيديو. اللي كيشوفني اول مره حط لايك سبسكرايب وشكرا على 500 ابوني، يعني كملنا دابا 2500 سبسكرايب. ثانك يو سو ماتش، شكرا لكم على الدعم ديالكم. وبالنسبه للناس اللي باغين محتوى تاع الراب راه ان شاء الله كيف ما كنت قلت لكم غير يسالي رمضان غنرجع ليه، غير صبروا معايا و ليتس جو تو ذا فيديو. ندير هكا بجوج ايدين لويل. المهم كيما كتشوفوا معايا الاخوت، عطاونا بعدا شي كادوات شي لعيبات في هذه الحمله، ولو كيعطيو حتى هذيك البوست اللي بغيتي تغيرو اللعاب ديالك، ها هو كناخدو المدة تاع 7 ايام وبطبيعة الحال ديك 50 كوين اللي كتجي في النهار الخامس يمكن. بالنسبة للحملة انا غادي نشرحها دابا باش تاخدو 50 كوين على حسب الكولابوغاسيون ديال بلوك، عاطين هنايا باش تاخد 50 كوين يعني ديجا كتحققت غير اتشيف واحد. اوكي هنا اون فوا كتبغي تاكد من شي حاجه باش تلعبها في هذا الميسيو كتمشي ليه، كتوراك مثلا على الشخصيه ديال الافاتار، هاي كديرو تشالنج هما كيديوك البلاصه نيشان فين غادي يكون داك التحدي باش تربح منه، منا تحقق هذا وتربحها. وكما عطينا هنا بونيس كادو الجائزه هذه عطينا لواحد اللعابه فابور، يعني ثلاثه الباك فابور كيعطاو بعدا كاين الفتحه المجانيه الاولى من عندهم، وعاد باش ثلاثه فابور يعني هي اربعه في التوتال. كيما شفتو انا كنت وحده حديتها باش نتيستي داك الشيء نشوف الايفنت كيفاش. دابا عطينا هنايا نربحو عاوتاني هاد الباك هذا، يعني ثلاثه الباك بحال بحال نوريك اللعاب اللي فيهم، اذا كانوا مخلينهم هنا راه غنوريها لكم. وعطاو ايفنت جديد ارسونال هافرز ارسم على راسو طاكي ال عطاو ارسونال هنايا نايس، ولكن باش كيخيبوها باقا ديك 150 لعاب قليل فين غادي يطيح شي واحد. عطاو باك تاع الباسا وريال نايس، فيرير كانسل فيرير بوحدو اللي في لوجيند، عطاو كزافي لونسو روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس شحال من واحد عندو، انا عندي نسخة لوجيند عادية ديالو كزافي الونسو اوكي، ولكن هادشي تا هو 150 لعاب ما غاديش يطيح فيكم شي صعيب. هنا الباك ديال لعابة الاسبوع اللي لعبوا في شامبيونز ليغ، انا جا في اخر واحد باش تعرفوا عندي الزهر بزاف في لعابة صراحة ناضين، وهذا الدوري الاوروبي اوروبي ليغ تيزين ويد البلايرز اوف ذا ويك ديال اوروبا. المهم جا في الفاريز كنت جربته صراحة ولكن ما عجبنيش بزاف، فهمتي ولي حطيت راس حربة شوية، ولكن الأجنحة كيف ما حاطينو هما إلا ما في ماسكس. هنا في الدوري الإنجليزي صراحة هذا حطو زوين، أنا ديجا كان جاني إنزو ديابي، ولكن أنا كنت بغيت هالاند حيت باقي ما عنديش، وفان دايك باش نجربو هاد النسخة ديالو تا هي زوين. أوكي دابا محطينش هداك الباك لي كنت قلت ليكم، محطين الدوري الإسباني إيطالي وهادو اللعابة ديال عقود الترشيح كما كيقولوا اليوم. إذا كان عندكم شي نجوم بحال هادو راه غادي تقدر تشريهم. غنخلي لكم بعض الصور من اللعاب اللي جاوني، story.
دابا غادي نمشيو نقصرو في الايفنتات نحدو الميسيو ومن بعد غادي نجي لكم بتفتيح باكاجات وغادي نجربو كاع دوك اللعابه اللي جاونا ضد شي لعابه اونلاين في ديفيزيون. المهم كيف ما شفتو معايا اول باك غادي زدت لعبت فيه باش خديت هاد جوج فتحات مجانيه. كان جاني في الاول غارناتشو من بعد جاني هاريكين دابا عاطين مازال جوج فتحات مجانيه اخرين يعني نقدر نطيح في شي لعاب من هادو. بالنسبه لبرونو برونو فرنانديز نفس هاد النسخه عندي في اللعب الاسبوع يعني نفس اللي حطوه هنا في الانيمو. شي الاخر كيميش كاين ديجا عندي شفتو في الباك تاع الباير هو هاريكين مولا ما كنحملوش ما اديش ما اخيب لعاب بالنسبه لي. البيلان حتى هو حق زادو فيه لعابه اساطير جداد يعني كان جانا كوستا كورتا مارادونا ورونالدو شكون ديك وديك اللعاب كوبي. دابا عطاونا لعابه اخرين اضافيين جداد عطاونا 50 كوينز 100 كوينز انا نوريكم هنا داكشي انتما انا دابا كاين هاي في الدوره 18 عند الدوره 20 عطاونا عاوتاني اللعابه وانا نوريكم اللعاب شالوغلو سافيتش وهاد ويلشير هاد ويلشير هاد لوجين. المهم هاد دو كاملين بثلاثة بهم زوينين على عكس هاد الكول هاد الوال. بالنسبة لواحد وعشرين عطاونا 100 كوينز عاد باش الدورة 25 عاوتاني لعاب اخر ايبيك والدورة 29 غادي تكون 100 كوينز اخرى و 30 هي الاخيرة صافي غيعطيونا داك اللعاب اللي حاطين ثلاثة غيعطيونا داك اخر واحد غتاخدو. دابا هنا عطاو ايفنت جديد انا كنت لعبت غير ديال المنتخب الانجليزي دابا حيدوه وهنايا ديال الدوري الانجليزي باش ربحت 50 كوينز. دابا يمكننا حاطين عاوتاني شي 50 كوينز اخرى نشوف حاطين حيت كل 2 وخميس كيبدلوا ميزاجو حاطين. دابا غادي نقصرو كورس نلعب بالباصا عندي ايكيب ديالها كامله تقريبا غادي نقصر بهاد الايكيب هادي ديال الدوري الاسباني اوكي اون فوا غادي نسالي هاد 50 كوينز وغادي نرجع لكم باش يكون نهايه تاع الفيديو بفتح باكاج ونجربو كيما قلت لكم اللعابه كامل اللي طاحوا فينا في الاخر غنجربوهم اونلاين في الديفيزيون. ليتس جو شو ذا بيوتي باركيت ملي ما كتشكر لي كور ديالتي. المهم في الاوفلاين زعما ملي كنت كنحدد دوك الباكاجات باش غادي نديرو بهم التختيم تاع هاد الفيديو غنخلي لكم شي لقطات اوف كورس مونتاج باش تشوفوها. هادي فتحات مجانية غادي نشوف واش كون غادي يجينا نزيدو الصوت الدوار ديال بيضة اللون بيض يعني ما يجيش شي لعاب زوين شي حامض نشوف لا لعاب زوين بالعكس راشفورد سمو حتى خا راشفورد عاير هناك كيعجبني راشفورد عندو سبيد وكيكين باور ناضي. ها زيد اخر فتحه معانا شكون غادي يجي يا ربي من يجي مولا انا مولا العدوي هو مولا كنحملوش دو خضر في الجناب يقدر يكون شي حد ناري الحمد لله غادي تخلعت تكون جا مولا والله تنبيعو وعندي جوج نسخ منه ما كنلعبش عمر لعبت بهم حتى ماتش تشوبو موتينك اوكي
دابا كاين عندنا 200 كوينز سو جوج فتحات و 100 كوينز غنحلف باك تاع نجوم اسبوع ليتس جو ايرس مي اه بيزي هالاند او شاشات ولعيبات ودو خضر الوان ودو خضر من هنا دور انجليزي يلا دور انجليزي هالاند بيض لابس البيض هذا توما 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 مي توما ماشي مشكل ماشي مشكل تا مي توما زوين توما من الناس اللي كنت باغي في الباك ولا كنت باغي هالاند هو الاول ماشي مشكل زيد نشوفو شكون كاين هنايا علاش كاين موسيالا فالفيردي ليفاندوفسكي فيتينيا دابا غادي نحل في باك انا عارف راسي زهري عوج ما يجينيش شي واحد طوب من هادشي شو فتح الاولى ما جاني عطاوني واحد هو الاخر ما نضيعش مع الباك هذا نشوف نعاود نديرو اخر محاوله هنا على الله يجي هالاند هذا ولي بالي فيه شوي يعني فيه بزاف الناس اللي بغيت بحال فان دايك هالاند واحد فيهم اللي جا وميطوما تا كنت باغيه هو جا عندي انزو ديابي المهم خديت منه شي لعابه زوين يلا 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 اش بزاف يلا عطوني هالاند خليني نمشي نعس في حالاتي عطوني هالاند عطوني هالاند الله يرحم لكم والدي هذا اللي مكيكونش فيه الوان هو اللي خصك تحمس ليه من الالوان تيقول بوك ودا فان دايك ايوا صافي فان دايك تا هو كنت بغيت صح ماشي مشكل المهم عطوني واحد من هذوك اللي كنت باغي فان دايك شحال ما جا عندي من 2019 كانت عندي واحد النسخه ديالو تنقصر بيه بزاف دابا اول مره غيجي عندي فان دايك عاوتاني نمشيو دابا نحطو هاد اللعابه الجداد اللي جاونا ونرجع لكم المهم الخوت هادي النتيجه الاخرى اللي توصلت ليها من بعد ما طورت الاكيبات كامله اوكي دابا غنشوفو الطاقات بالزربه راشفورد نقول لكم هذاك الشيء اللي مزيان فيه سبيد 90 اكسلريشن 96 95 كيكين باور اوكي عندهم زائد 3 في سبيد اكسلريشن اون بالانس كل واحد واللاعب والتكنيك اللي زادوا ليه هاري كين وصل 100 في الاخر عندك الوعي هجومي 95 بول كنترول 86 الفينيش 98 يعني حطو قدام بوطو غيتيري غيباركي عندك كيكين باور 94 فيزيكال كونتاكت 85 شوفوا هذا شنو زايدين هنا بول كنترول فينيش كيكين باور فيزيكال كونتاكت كل واحد زادوا ليه 3 نقط من البوستر كيعاون بزاف شكون اخر بالنسبه لكوبو كوبو طاقه الدريبل مساحه ضيقه كلشي مزيان المهم بالنسبه لانزو حتى هو الطاقه ديالو بالنسبه لانزو زوين ها هو هنايا كاين بالنسبه للباساج و ستامين يعني هو ميليو زوين بوكس تو بوكس يبقى يرجع ويطلع معاه ميطوما حتى هو زوين في الدريبل كيعجبني ميطوما صراحه هاد النسخه ديالو اندرلاين يعني مين ماشي بحال النسخ الاخرين او بالنسبه لهذوك حتى لدوزيام ميطون نجربو اوكي ليتس جو نجربو دابا السكواد هنا مدريد يدبر على الكلاسيكو عرفتي دابا معول اللي عندنا حق اساس ما قلتش لكم ولا عندنا نقدروا نحركوا اللعاب في اي وقيته بغينا في اي بوست او اللي كنلقى شي خطط لعبه ضدي على السلامه انا نوريكم غنشوفوا هذا ها اللي قلنا شو خونا جديد شو واش داير الخطه تقريبا ولا كيلعب بها بزاف ولا كيلعب بها كلشي اي دبليو ال دبليو وجوج راس حربه ا ام دي ان عندي الخطه عاديه الكلاسيكيه ما فينا ما يدوزش يتخربق ما يدوزش كلشي دي موسي على جامع موسي على اوكي نالي خلصت كازام انا كازام انا صافي هادشي كيبان لي غادي ندير ليتكو خليها بحالكم ومكيبينوش بلانش اوكي ليتس جو نشوفو الماتش ديالنا شنو يخرج فيه فراسكم دابا انا نصايم راه ودلا فجر وكلشي وجي كاريكورد ليكم هاد الفيديو ندير ليكم التعليق وانا نصايم يعني كيجيني عطش ودوز راشفورد راشفورد نسيت ما قريتش لي شنو اللعب ستيل ديالو حطيتو راس حربة وصافي يلا راشفورد بيتك يس نادي نادي راشفورد نادي شوف جليتشات السونتر وباز وباقي ما بداوش هاد جليتشات شوف باسي بغيت حتى هاري كين واش كان ما خصنيش نباسي بغيت ملعب موسيالا دي ام وهرب لك انت
كوفر باقا كرة ديال شد فان دايك ياك فان دايك ياك تو يلا فان دايك الماتش ديالك الاول هذا صاحبي واش بغيتي تسطيني واش بغيتي نبيعك يلا جبتك عرض لي الحشيفه ديالي دازتي شوف الكلب هذا تاعو نايس مي طوم عندو سكيلز نيمار ايوا اجد يلا هاديك شي سيزو وا كان عندك دبل عرفت شكون تلاقاو دوك جوج هاني هاني عندو دبل تاتش محال اشفارد ما عندوش دبل تاتش خصني خصني نشوف واش عندو ولا لا نجربو دابا شوفوا بعد هذا باركين يلا هاريكين ايوا ايه شوفوا شنو الكورة شنو حبس الكول غادي حبس الكول يس حبس الكول وهذا دقة تعليمني ماشي تعقوش يعني حتى واحد فيهم ما كيضرب مزيان روبرتو كارلوس شي مشكل بزاف اصاحبي كوستا كورتا ديك نايس ضربو كيكين باور ديال هاريكين واو 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 كازاميرو طلع انت عاود سونطري يلا هاري كين نفسك جامبي انت داك راس حربه زعما الهيدين عندو راسيات عندو تنشوف نيت هاد راس فوق عندو دبل تاتش ياتي عندو دبل تاتش اول جريتش شو 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 لا حول ولا قوة الا بالله قدوش يلعبوا بلا ما يديروا بليش وال ايوا الله نعاودو عاوتاني عرض ديال روبرتو كارلوس اضرب وجهه حتى واحد تكون سيسي اصحابني غيدور عادي باش غادي يضرب هو الحق وضرب قبل ما يدور يلا كوستا كوتا نايس سير الله يلا روبرتو كارلوس كيف فهمني كسر من راس حربة سير كارلوس شو قلت لكم هالشي هكتا رب انزو فنش انزو شو معي كازاميرو ديال خليك تير شي جن جبتيني الصداع اوف خليك تير شي جن واش انا قلت لك سير هلا الدفاع معاك ليش هو خالد ليش يلا نيني تبع 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 بيت عرفت عرفت شحال من هاد الهجمة هادي ديال لوي اوف شحال شحال دقيقة بعدا 64 وين نجربو هادو ولكن هاري كين ما دار والو اصلا ميسي اس اس هنا اها تاكويزي هنا خلي ميطوما مزيان راشفورد تاو عجبني غادي نخليه صافي تشيل سير ليتس جو المهم ميسي خصو يدخل ميسي خصو يدخل خاطر تلعب بلا ميسي عندي فيلا سيرا الله نادي راشفورد تو عقبين ايوا واو 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 راشفورد ناضي واحد think think about it man جليتشات ما كنحملهمش شو قال لك كوفر ودي الجليتش هو واخد كوفر مازال ما يضربش ذا كوفر خلي البوت هو يضرب ليه شوف فاريس اصلا ما عندوش مع كوفر هذا ما تلاش دير في كوفر الله
لا درت فيك شوت كنت بغيت نكمل لي القليب. روبرتو هادي نايس طلق ونالي وميسي ميمي مكينش ميسي ميمي مكينش وبزاف كيدخل كيدخل معاك كيدخل كيدير هادشي كامل. واو واو باقي ما سخنش حتى بلاصتو. سير ميس سير دير شي هاتريك وسلاي عطاو ميسي والنجم عطاو والنجم المباراة تمشي جاب لي الربح فوت ليا الربح ديك الزيت تعادل الربح راشفورد وميسي ثنائية خطيرة صراحة في راس حرب. عندك ميسي مهاجم مهمي ولا سيكون سترايكر اس اس وكاين او بيت بيت وكاين راشفورد راشفورد صراحة واعر تا هو قدام قوت نعم نعم شي مشكل مبقاش فيه الحل حيت تعادل جوج لعيبة المهم هذا ماتش واعر ماتش واعر صراحة نايدة فيه الحق. المهم ماتش داز زوين كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو هذا اللي عجبني بزاف كاين ميطوما راشفورد ناقد جوج ناضين صراحة ميطوما ديال بحال سكيلز تاع نيمار ميسي اوف كورس هذاك بلا ما نحتاجو نقولو عليه. هاري كين ما نحكموش عليه من اول ماتش هاري كين ما تبتش نفسو كان عطيه شحال من عرضية باش يضرب رأسيات نشوف رأسيات واش عنده ما كي تحسش يضرب رأسيات ما عرفتش علاش نشوف الهيدين عنده 83 والجامب القيزة عنده 77 تا هو خصو يقدر ندير ليه تطويلة خاصة بلاصة الأوضة. كوبو كيدريف لي زوين خفيف تا هو ناضي. بالنسبة لتشوب موتينغ ما جربتوش الصراحة غرناتشو كتجربتو قبل ما نصور الفيديو ولكن ما عجبنيش ما عندوش دابل تشارج ما عندوش حاجة من حاجة. واحد النصيحة إلا دخلتي شي بوستر عنده نفس اللون تاع عادي بحال كوبو أو كوبو راشفورد ولكن عندهم نفس اللون ليموني في البوستر ديالو أكيد زادو حتى في الريتين ديالو كيزيدو بعضياتهم فهمتو حيت بنفس البوستر على عكس تاع البوستر الخضر. دابا البوستر الخضر عاو كاين دافيد وكاين الفاريس انا حطيتهم بجوج ما تزادوش ولكن الاخرين لا. المهم هذا هو الفيديو ديالنا كنتمنى يكون عجبكم ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت نشوفكم فيديو جاي بيس اوت.